الفنانة بدرية طلبة تجبر بخاطر حسن اللي كان انفعل عليه الفنان أحمد عبد العزيز. اللي حصل بالظبط إن النهاردة كان حفل زفاف بنت الفنانة بدرية طلبة، لكن المشهد الغريب اللي خلى أغلب الناس تتكلم عن حفل الزفاف هو ظهور حسن اللي كان من كام يوم انفعل عليه الفنان أحمد عبد العزيز، وناس كتير طبعا اتضايقت إن الفنان أحمد عبد العزيز كلمه بطريقة مش كويسة، لكن الفنانة بدرية طلبة قررت إن هو يحضر حفل زفاف بنتها زي ما واضح قدام حضراتكم كده. وطبعا ناس كتير اتفاعلت مع الفنانة بدرية طلبة وشافت قد ايه ان هو موقف انساني جميل منها جدا. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.